بمناسبة الكلام عن لقاء القمة، فمعانا كده تقرير جميل جدا بيفكر الزملكاوية بلقاء حلو احنا مش قادرين ننساه. نشوف التقرير ونرجع مرة تانية. جولة نارية أخرى، انتصارات قوية ومرعبة، أهداف بالجملة، تألق المحترفين، الصدارة ثلاثية. عناوين الجولة الثانية للدوري المصري الذي يعيش موسماً رائعاً في أول جولتين. الجميع تابع جولة مثيرة جداً شهدت فوز الزمالك على الطلائع بهدفين دون رد. عمر السعيد يا ولد يا ولد يا ولد، رأسية عمر السعيد. هي ثاني مرة يحقق الزمالك الفوز فيها على التوالي بنتيجة هدفين دون رد، تألق لافت لنجوم الزمالك في أرض الملعب. سجل أحمد سيد زيزو وعمر السعيد الهدفين، وتألق جميع اللاعبين ومدربهم كارترون. ووصل الزمالك للنقطة السادسة في القمة أيضاً، وبيراميدز الفائز على فاركو بهدفين لهدف في مباراة شهدت عودة عبدالله السعيد من جديد. لم تتوقف المتعة عند هذا الحد، وقاد شادي حسين فريقه سيراميكا للفوز على الإسماعيلي بهدفين لهدف، ونجح الاتحاد السكندري في تحقيق فوز مهم على فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين، وفاز إنبيال المقاولون بنفس النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة.